بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمة برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انا مش مهم، لان انا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامة، مراتي خميس، افندينا. انتي كرامة؟ كويس، الحقي دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس انا برضو مش فاهمة انتوا عايزين مني ايه؟ اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، وجم وزوا في ودن الست الطاهرة دي وقالوا لها يا اختي ان جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مالك داخله عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحه كده عشان نعرف نعمل الواجب. المراه في السعد يا اختي. انت هتفضلي قاعده لي ساكته لي كده اهو؟ ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه؟ ما تعملي حاجه. ايه برد ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقولك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاجسي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لمي روحك ولمي تعابينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خير يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعه مد دبقك ولابد لك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك. اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ 1 2 3 4.
ابيض وبيت مفهوم يا حلو الصفا يا حلو الطول نار نار ناغرنا ابيض مسمار سعيدة مرحب بكل السعيدة يا مرحب يا مرحب بالسعيدة بالسعادة انا قلت حلاقيك في المطار ارجع كمان البيت ملقكش بجد سفريه ايه دي ماشي بس لازم تيجي الليله باي يا حبيبي طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا بقولك ايه يا خميس ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل لبيتك ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت انجزي بقى عايز اشوف الحاجة وحشتني اصلا انا حاجتي هتاخد وقت طويل شوي بليز يا خميس والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم ماشي ماشي يا بنت الباشا ماشي طب بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي خلطة جديدة اعملها يا فندينا هرشها في السوق ويبدورها في كام يوم سرها مع بوسفنة السفرية دي عشان يجيب الأصل ويضربه هو هنا أستاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش لا 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 ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا الله يهنيك بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية إن نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وإزاي عشان ما نضرش صحتهم خالص لا ده كلام تاني محتاج رؤى وروقان احلى عيشه واحلى رؤى واحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران طب يا معلم انت هتسيب له البيت مش كده مؤاخذة معلم انا بسالك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين فرع الصحراوي ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شويه وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة فكرتني ده انا محتاج يومين دول كل قرش لا لا ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم امال ايه؟ لا انا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طوسين من دول هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى اكون عملت تحرياتي وجبت لك المفيد بس كله بتمنه وانا تحت امرك وبعرف ازاي أقدر الرجالة نبقى متفقين يا معلم عارف يا معلم أجمل حاجة في المتر بدران إنه مش مادي بتعدهم يا بدران لا ده احنا نتعرف على بعض بس يا ترى عرفوك وحشتيني يا أم وحشتيني معلش اتأخرت عليك شوية عند الباشا على الله تكون اتوفقت كده ولا الرحله جت بفايده كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل الحمد لله على السلامه يا فندينا الخال الخال جبت لك اللعلم الذهبيه وحشني وحشني وكمان وحشني تعال سلمي يا شوق الحمد لله على السلامه يو ما تحبي على ايدي فندينا يا بنت ولا نسيتي خش اوضتك يا شوق امرك الا صحيح يا خميس هنرجع بيتنا تاني وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجه في البيت ده واي حاجه ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده ودعوا كل يوم في البيت ده وكفنوا العفش ده ياه ورفضوا تراب الكسرة
على هدومكم قبل ما ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت ابو جمعه. زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة دم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا.